معلش عايزه فريش اورنج. مساء الخير. مساء الخير. لا مؤاخذه اخ. اتفضل يا فندم. انا ازاي دي؟ لا هذه اشياء مش للمس. ايه ده؟ انت ايه؟ ايديك يا عرقانه دهب؟ دي مش للمسات. دي اديتها لي واحده من اللي هي بتاعت اللو، واحده ساحره. اوه قالت لي دي فيها ساعه حظك. دي من غيرها انت فرد جزمه. عارفه جزمات؟ جزمات. انا عايزه زي دي يا ولية. ما قلنا ما ينفعش دي. قلنا دي معمولة لبوشكاش محو. انت في حاجة حضرتك يا كابتن؟ انت في حاجة عايزة مني؟ تفضل يا خواجة. التمثال تمن البضاعة. وعمولت عمولتك تاخدها من الراجل بتاعك لما يبيع التمثال. بس تمن البضاعة شيء وعمولت شيء تاني. والله بقى دي العمولة اللي طالعة من ذمتي وأنا ما يتلويش دراعي. أنت سامع ولا لأ؟ وعشان تبقى عارف دي نفس الطريقة اللي هدفع بيها الصفقة اللي جاية، وإن ما كانش عاجبك هغيرك أنت والراجل بتاعك كمان. لا إذا كان الكلام بالشكل ده بقى أنا هخليك تبطل شغل في سينا خالص، وهخليك كمان ما تقدرش تبيع البضاعة اللي أنت اشتريتها هنا في بلدك. لو سمحت هات لي كيس بلاستيك عشان عايز ارجع من اللي هو ابو 25 قرش. عارفه الشنطه؟ فندم ده مكان محترم. يعني ايه مكان محترم؟ مكان لابس كرافات يعني؟ انت قليل الادب. قليل الادب وعايز تتضرب. لو سمحت ايوه لو سمحت ممكن تولع لي؟ لو سمحت. نعم ولع لي. شكرا. لا معايا ولا مش عايز. شكرا. كابو عربي. السلسلة! 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 يا خرب بيتك يا أنا العيش! كان عندها حق نوال لما قالت لي ما تخرجش. كان قلبها حاسس. نوال مين حضرتك؟ نوال مين حضرتك يعني؟ مش عارف نوال مين يا ما اعرفش. شكلك ياب منهم يالا. شكلك من بتوع بامي وبابي. امك شكلها جايبه لك العربيه دي عشان تدفعش خربي وانت بصحابك. سيدك يا 500 جنيه. 500 جنيه بتوع ايه يا حبيبي؟ نصر الله بيهم العربيه. بص شكل انا بابو عبد الحميد ديدي عليك لانك انت شكلك اساسا عايز تتضرب وانا دلوقتي فاضي. انت كويس يا بابا؟ كويس. مفيش غير الحكومة تجيب لي حق منك يالا. لا أنا اللي هجيب السلسلة وهفرجك نفسك أنت واللي معاك دول. سلسلة؟ أنا فاهم الحركات دي كويسة. أنا بقى هوريك. أبويا 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 أبويا. اطلع بيها على اسم العرب. لا أنا عايز الدحي ابن خالد يعمل شرطة هطلع عين أمك. اطلع هنا ولا هيعملنا.
يا عمي وعمي 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 وفي الوقت مات. انت غبي يا عم. اوعى اوعى يا عم بقى. الله ايه يا جدعان؟ انت قفشت واحده هربانه من بيت بتاعها. مفيش غير الحكومه اللي تجيب لي حقي. يا عم يا عم اوعى يا عم بقى. الله عيني 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 ما كل عيني عيني ده. ايه ده انت كنت ده 24 دول ليه؟ اصل انا كنت شغال جواهرجي. جواهرجي؟ طب تعالى معايا. لا والنبي تعالى والنبي بقول لك تعالى. شايف الموتوسيكل ده؟ اه شايفه شايفه. اركب. ايه ده؟ اركب الموتوسيكل. اه هركب. بس حضرتك يعني لو بالنسبه للخوذه لو لجنه قابلتني ولا حاجه ماشي هيعمل لي مشاكل ولا اي حاجه؟ حاضر المره الجايه هرسم لك خوذه. طب ربنا يخليك. اركب. حاضر حاضر. مفيش بنزين. ده انت بتستظرف يا ابن الظريفه. انا ام ظريفه؟ ده انت يومك اسود يومك اسود يومك اسود. هات لي بوشكاش محفوظ من الحجز. تحت امرك يا فندم. بوشكاش محفوظ. تضحك؟ ايوه اضحك اضحك. ما اصل اللي بتقوله ده يموت من الضحك. هي تلاقيها سلسله. سلسله ايه؟ سلسله ده؟ لا ما ايه؟ سلسله ايه؟ لا سلسله بقى سلسله ضهري سلسله ضهري. خلينا في المهم. اه في لعيب جديد اسمه بركات الصغير. بركات الصغير ده اخو سعد الصغير ولا ايه؟ سعد الصغير ايه؟ لعيب جديد الاهلي هيمضيه بكره الساعه 1 الظهر. انا عايزك تروح قبل واحده وتمضيه. ودي شيك بنص مليون جنيه اهو دفعه التعاقد. شيك بنص مليون جنيه حق اللعيب؟ ايوه. خلاص الشيك معايا اهو وبكره الصبح الساعه 7 هبقى اطلع له. سبع الساعه 1 بقول لك. انا هصحى 7. انا عايز اصحى 7. خلاص انت حر. كدابه كيف السواق القلابه يا عم؟ هي ناقصه شعر. ما انت مشعل لوحدك. هو ناقصه شعر ولا ناقصه خانقتك انت؟ ايه يا ادو تربي عند حلاق ولا ايه؟ انا قلت اخد بيدك. انت مال ابوك انت تاخد بيد ولا ما تاخدش بيد؟ انا هي ناقصه خانقتك يا اخي. جت سليمة يا بيه. الحمد لله الناس حربوك من الأوتوبيس ومشيوا. الساعة كام؟ الساعة 12 ونص. ايه؟ 12 ونص؟ لو سمحت أوضة بركات الصغير رقم كام؟ بركات الصغير بتاع الكورة. بتاع الكورة مش بتاع البليلة. بركات الصغير بتاع الكورة. هشوفه لحضرتك ساعة واحدة. يا سيدي ساعة ايه؟ الراجل هيطير مني. خلص شوفه. شوفه. اتفضل. طب بس الواد بركات ده حتة لعيب.
شفت الكرة اللي شالها من فلافينو؟ يا سيدي فلافينو مين؟ فلافينو مين؟ في لعيب اسمه فلافينو؟ اه اللي هو لونه بني محروق ده. يا سيدي بني محروق وانت طالب قهوة سادة؟ اسمه فلافيو، فلافيو خلص. حاضر ايه ده؟ اتفضل. أصل أنا بيني وبينك لسه متعلم على الكمبيوتر جديد. ما شاء الله. أنا هدخل أعمل لك بحث عن طريق الاسم. يا سيدي اعمل بحث عن طريق الاسم، عن طريق المحافظة، عن طريق المديرية، بس خلص اللي جابه أمي. حصل إيه ده؟ اتفضل يا سيدي. جناح 22/16. ايوه الدور ال 22 قاعة المؤتمرات. خخص على عينك. انا جاي امضي مع بركات. ايه اللي جاب محمد نجم هنا؟ خلصت؟ ايه ده؟ خلصت؟ اه خلصت. اه خلصت كل حاجة تقريبا. في العاد؟ عاد ايه؟ عاد اللعيب اللي مضيته. اه حاضر. ايه ده؟ ده الشيك. انا ملحقتش. يعني ايه ملحقت؟ هو ملحقتش؟ ملحقتش بقى الله اعمل ايه؟ ما هو اديك شايفني حاطط الشنطة على كتفي وعمال الف في قلب الشوارع زي اللي بيلمعوا جزم. طب روح انت دلوقتي ونبقى نكمل كلامنا بعدين. طب بكر بيه عملت لي ايه في الموضوع بتاع رشدي بيه لما قلت لك كلمهولي عشان عايز قرشينات؟ بأمرت ايه؟ شطارتك ولا خيابتك؟ شطارتي ايه وخيابة ايه؟ وانا طالع بملحق. انا بقول لك اللي حصل ده غصب عني، اعمل ايه؟ انت عارف انت سبب في خساره قد ايه؟ وكمان جاي تطلب فلوس؟ يا بجعتك يا اخي. الله فيها يا بكر بيه، بجعت في ايه؟ الله، ما انا ياما جبت لكم انضاءات لعيبه وجبت لكم لعيبه من غير انضاءات وجبت لكم لعيبه مالهاش دراعات عشان تمضي اساسا ومضيتها. انت عارف انا بشرف محفوظ، لو عايز تمضي بوش امضيهولك واجيبهولك اقعدهولك في الاحتياطي ويسخن طول الماتش كمان. اصحوا انتوا من غيري ولا تسقوا عندك. انت فاكر اللعيبه دي بتمضي عشان سواد عينيك؟ اللعيبه دي بتمضي عشان فلوس رشدي بيه اللي فاتح بيوتكم وماكلك وماكلهم. ماكل مين ومشرب مين؟ يابا واحنا شغالين عند التابعي. انت بتقول لنا الكلام ده؟ اه بقول لك انت الكلام الساعات نيلت. بقول لك انت الكلام ده. ايوه بقول لك يا بكر بيه عايز نسبتي في اربع لعيبه. وبصراحه بقى كلامك انا مش هضمه، في عضله طالعه لي في الكلام من ناحيه كلامك ليا، مش فاهم ليه. عضله ايه دي؟ عضله كذب طالعه لي هنا، مش هضمها. انت مرفوض. ما مرفوض مرفوض. احنا انا هنضرب من قلب الجنه ولا هنضرب من قلب الجنه؟ طب يلا سلم العقود اللي معاك وسلم اللابتوب اللي معاك وسلم الصورات اللعيبه اللي معاك. ايه اللي سلم؟ سلم انا اسوق اللي سلم نفسك البيت محاصر يا حراميه. اخلص. Shut your fucking mouth. لا اوعى زمزم. ايه اللي فاكم دي؟ فاكر دي نعرفها بالافلام الاجنبيه. مش انا اللي اتقال نذهب للجحيم يا بكر بيه؟ مش انا فاهم انجليزي كويس؟ انت ما قلت اطلع بره بدل ما اجيب لك الامن خرجك بره يا حيوان. انا حيوان؟ ايوه حيوان. انا حيوان؟ ايوه حيوان. شيل امي يا ابا. تعالى. والله كويس ان انت سقت يا بوشكاش. بعد اللي حصل ده اعصابي بايظه خالص. ما كانش المفروض تعمل كده مع بكر بيه ده. انت بهدلت. انا صحت يا بوشكاش. انا اترفقت كمان يا بوشكاش. يا ابني انت كنت متعين في قلب الوزاره يا خي. ده انت كنت حته ساعي حقير عويل كلب ذليل مالكش لازمه. لعلمك بقى اللي مش عارفك ده يا بوشكاش، انا مسيت مع بنات بعدد شعر راسي. ده انت كبيرك تمشي مع شعر راسك، عشان كده هو راح وانت جيت. ماشي يا بوشكاش ماشي. خلاص اوعى تزعل مني يا بوسكس. انا بكلمك عشان احنا اصحاب وحبايب واخوات من زمان. خلاص خلاص انا عايز انهي العلاقه دي يا زمزم. يا دي الكارثه السودا. ساعه مين اللي تولع دي؟ هي بتاعت انا، بتاعت انا. انا عارف يا عم. اتفولت يا سيدي. انا ما بتفولش. انا ما بتفول. انا بقول لك دي شقيت انا. خلاص الله يا ساتر. الشكر تولع. الشكر تولع. عارف عارف الشكر تولع. عارف بس ده خبر حلو برضو. طب وين حلو بكده يعني؟ حلو انه هيبقى محروق وعايز يرد اعتباره باي شكل. اسمع من الاخر كده، انا عايزك تعرف لي كل المعلومات عن بوشكاش.